الكركديه من المشروبات الرائعة جدا والمعروفة في كل دول العالم سواء شربنا الكركديه ساخن ولا شربناه بارد نفس الفكرة فكرة انه الكركديه الساخن بيرفع الضغط والكركديه البارد بنزل الضغط هذا الكلام فيش منه على الاطلاق سواء كان ساخن ولا بارد الاثنين راح ينزلوا الضغط اول اشي الكركديه هيعمل لي على بحافظ على توازن السوائل في الجسم وكمان مضاد للحمى يعني الناس اللي عندهم درجه حراره مرتفعه يشربوا كركديه. منشط للدوره الدمويه وبزيد من سرعه دوران الدم عشان هيك كتير كويسة لمرضى ضغط الدم وكمان بيساعد على تقويه القلب ومقوي للذاكره طيب ايش كمان محسن لعمليه الهضم ويعتبر مضاد للبكتيريا وملين مضاد للامساك والكركدي كتير كويس للناس اللي عندها مشاكل في الجهاز التنفسي، لا نزلات البرد وغيره. ايضا الكركدي كتير كويس للناس نقرص. نقرص. اللي معهم نقرس، الناس اللي معهم نقرس اللي هو ارتفاع أسد ما بيرحموش حالهم من اكل الخمير، الخبز الخامر واللحمه والى اخره، فبيجي الكركدي بخفف من الام النقرس. كمان يعتبر مضاد للسرطانات شفتوا كيف الخروب قلنا مقاول منع مضاد للسرطان الكركدي هتلاقوا نفس الفكره برضه والكركديه مخفض للكوليسترول انتوا انتوا شوفوا احنا بنحكي عن مشاكل كبيره قاعدين كوليسترول ودهون وضغط وقلب المشروبات هذه بشكل عام مفيده جدا تمام طيب شفتوا عاد يعني طب جيبوا مقارنه بين الكركدي واي مشروب غازي ما في مقارنه